تقدر تخلي بيها سواق مع الشعر كامل داخل مالته كل الشبير تقريبا بسعة 450 لتر. راح افتح لكم الباب الجوه. اول شيء يميز هاي الثلاجه الحلو بيها انه راح تكون نظام فريز ظهري، يعني الفريز الظهري نفس الثلاجات القديمه مالها، هنا راح تعطيك ثلج وتعطيك تبريد كلش قوي انت تتحكم بيه. موجود عتلة هنا تتحكم بيها بدرجه البروده الخاصه بالثلاجه. عندنا هنا هذه السلات، السلات راح تكون مصنوعه من ستانلس ستيل مو جام، واي عالم ما ترغب الجام لانه ذا الجام يعني اذا خليت عليه وزن كبير او شيء. السلام عليكم متابعينا الكرام، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. بعد انقطاع الفترة طويلة تقريبا لمدة شهر بسبب شوية ظروف صحية وايضا عندنا انتقال، هذا الفيديو راح يكون اول فيديو نصوره بمعرضنا الجديد، راح يكون موقع بالكرادة خارج مقابل مدرسة الامام جواد مجاور شركة سامسونج. بهذا الفيديو راح نتكلم لكم بالتفصيل الممل على ثلاجة الجنرال، وايضا على الالوان الموجوده بها وعلى الحجم وعلى المطار وعلى الضمان والصيانه، واخر شيء السعر. اذا اردت تعرف السعر تابع الفيديو للاخير، راح نذكر السعر بنهايه الفيديو. اول شيء هذا الحجم العملاق بالنسبه للثلاجه، راح يكون حجم 26 قدم، راح تكون بابين، باب فريز وجوه ثلاجه. هذا الحجم جدا مفيد للعوائل العراقيه اللي عندهم افراد يعني اسرتهم تكون كبيره، تقدر تخلي بيها مسواق مال الاسبوع، تقدر تخلي بيها مسواق مال الشهر كامل. داخل مالته كل الشبير تقريبا بسعه 450 لتر. راح افتح لكم الباب الجوا. اول شيء يميز هاي الثلاجه الحلو بيها انه راح تكون نظام فريز ظهري، يعني الفريز الظهري نفس الثلاجات القديمه مالها، هنا راح تعطيك ثلج وتعطيك تبريد كلش قوي انت تتحكم بيه. موجود عتله هنا تتحكم بيها بدرجه البروده الخاصه بالثلاجه. عندنا هنا هذه السلات، السلات راح تكون مصنوعه من ستانلس ستيل مو جام، واي عالم ما ترغب الجام لانه ذا الجام يعني اذا خليت عليه وزن كبير او شيء راح ينكسر عندك، فراح تفقد خانه من خانات الثلاجه او راح تفقد مساحه بالنسبه للثلاجه. فهذه السلات راح تكون عباره عن ستانلس ستيل مصنوعه حتى يكون عمرها طويل. عندكم هاي السله بالنص، هذه السله تقدر تخلي بها قلاص البطاله، بطاله البيبسي، بطاله العصير، بطاله الشربت، تقدر تخلي بهاي الثلاجه. الثلاجه راح يكون الحجم الداخلي كلش كبير مالتها. اخر شيء عندنا خانات اربعه موجوده جوا، هاي الخانات راح تقدر تستفاد من يمها او تخزن بها الشيء اللي تحتاجه انت. باب الجنرال، من نفتح الباب، باب الجنرال راح يكون ايضا يحتوي على خزانات، هذه الخزانات او الحافظات تقدر تخلي بيها الشيء اللي تحتاجه انت، ونشوفهم مستغلين المساحه كلها بالثلاجه. عندنا ثلاث قواعد هنا تقدر تستفاد من يمها، او عفوا اربع قواعد تقدر تستفاد من يمها بالنسبه للثلاجه. الثلاجه راح تكون تجي فتحه ابوابها مخفيه بالنسبه للون الابيض واللون الشمباني، لكن لون السرور راح تكون فتحه ابوابها ظاهريه. فتحه ابواب مخفيه كلش حلوه، مجرد ما تخلي يدك هنا تسحب الباب راح ينفتح عندك. هذا بالنسبه للثلاجه. راح اشوفكم الفريز، الفريز راح يكون فريز ظاهري مثل ما ملاحظين، وايضا من الجوانب راح يكون ومن الامام ومن الخلف، يعني تبريد راح يعطيك كلش قوي، يعني راح يعطيك تجميد وتبريد بالنسبه لهاي الثلاجه كلش قوي. بالاضافه الى عندنا خانه بالنص، هاي الخانه تفصل لنا الفريز الى قطعتين، وايضا نقدر نستفاد من يم انت، مساحه تخزين كلش كبيره 340 لتر، وهاي المساحه نقدر نستفاد من يمها تخزين اغراض البيت او المساحه اللي تحتاجها العائله حتى تستفاد او تاخذ الاستفاده الكامله من هاي الثلاجه او من الثلاجه اللي اشتروها. نظام تجميد ايضا موجود فوق. راح نتكلم على مواصفات الثلاجه وعلى الماطور. الماطور المستخدم بهذه الثلاجه هو ماطور من شركه ال جي، اقتصادي، وراح يكون بضاغط مزدوج، بالاضافه الى لايت ال اي دي موجوده بها، بالاضافه الى سايلنت ساوند يعني الصوت راح يكون قليل نسبيا بيها، بالاضافه الى عندك اللايت موجود بيها والفاست فريز. نظام الفاست فريز هو نظام التبريد السريع اللي موجود باغلب الثلاجات الحديثه. بالنسبه لضمانها راح يكون عليها ضمان لمده سنتين، وايضا راح يكون سعرها ما يعادل 400
العفو 500,000 دينار يعني بالدولار 339 دولار. متوفر توصيل كل محافظات العراق. عنوان الشركة بغداد، كرادة خارج مجاور شركة سامسونج مقابل مدرسة الإمام جواد. حبيت أنا أروح على شغلة بسيطة، أنه المسابقة اللي جاية راح تكون بالشهر القادم، مثل ما وعدناكم بكل شهر نسوي لكم مسابقة، فتفاعلوا أنا بالصفحة حتى تدخل وتكون من ضمن الفائزين بمسابقات شركة الأخوين VIP. بنهاية الفيديو أتمنى منكم بنهاية الفيديو أتمنى منكم تكونوا استفادتوا، ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. حياكم الله وألف هلا بكم.